نصف مليون دولار احد الاثرياء يقيم بها حفل زفاف لقطه الدكتور بس بس ولقطته الدكتورة بسابه. قلت سبحان الله، كان الامام الشافعي يقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فقلت انا اسمح لي يا شافعي ان اقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للبسابس، وذو جهل ينام على حرير وذو أفضل لا يجد الخلاف. هكذا وتطالعنا كبرى صحف لندن يوم الاثنين الماضي بعنوان مثير تقول فيه للبنات الانجليزيات: يا بنات انجلترا احضرنا الزواج بالشباب العربي. لماذا؟ لان الشباب العربي يذهب الى انجلترا فيرافق ويتزوج وينجب من الاجانب، وبعد ان تلد له ولدا او ولدين يتركها حائرة ويعود الى بلاده. وليست مشكلة السمسار العالمي الخاشقجي، حتى اسمه ملخبط، خاشقجي. ما هذا الخاشقجي؟ البليونير، بليونير بالباء مش بالمين، لان مليونير يبقى مالك الملايين، انما بليونير يعني مالك الاف الملايين. هذا الخاشقجي تزوج بعاملة تليفون في انجلترا، وبعد ان ولدت له اولادا عاملة تليفون انجليزية يسعى اليها البليونير العربي، وبعد ان تنجب الاولاد يتركها. اتدرون بكم جنيه تطالب بالنفقة؟ اظنكم تظنون 30 جنيه في السارة او 50 جنيه او 100 جنيه في السارة او 1000 جنيه. تطالب بمليار جنيه، مليار يعني 1000 مليون جنيه. هذا خبر عندما يسمعه الانسان يصاب بالصداع في رأسه. يا سيد عدنان يا خاشقجي، يوم القيامة ستنادي قائلا: ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هذه اموال الحرام وتبعثر في الحرام. عندما تنشر المجلة الامريكية، عندما تنشر المجلة الامريكية او كبرى صحف امريكا ان المجاهدين في افغانستان يجمعون المال من مساجد باكستان ويريدون 20,000 دولار، لماذا؟ ليدفعوها لاحد الحدادين ليصنع لهم بها سلاحا يحاربون به الاتحاد السوفيتي. الافغان يمدون الايدي من اجل 20,000 دولار، ولله تعالى مزيد الحمد والمنة، لقد شرفونا ورفعوا رؤوسا. 10,000 أم وزوجة يتظاهرون أمام مبنى الكرملين في موسكو لأن أفغانستان صدرت لهم 10,000 نعش فيها موت. قد أفغانستان هزأت الروس، هزأته وانتصرت عليه وقتلته. بماذا؟ بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بالله أكبر ولله الحمد. مجاهدون مضى عليهم سنوات وأشهر يقاتلون من بيت إلى بيت ومن سطح إلى سطح بخناجر وسكاكين، لكنهم هزوا روسيا. وقد أفادت آخر الأنباء أن وحدات بأكملها من الجيش السوفيتي تركت القتال مع الروس
وانضمت الى المجاهدين في سبيل الله يقاتلون معه. وحدث باكملها من الجيش السوفيتي من المناطق الإسلامية التي حكمتها روسيا، عندما وجدوا في أفغانستان انضموا للمجاهدين ورفعوا راية التوحيد. فهذا تناقض في حياة العرب وفي حياة المسلمين، 40 دولة إسلامية ترفع 40 راية، يحكمها 40 ملكا ورئيسا وسلطانا وشيخا وأميرا، وأفغانستان تقاتل وحدها في سبيل الله.